إلى مسند أحمد. الحمد لله اللهم ارضى عنا وفقنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. آمين. قال في مسند أحمد رحمه الله وما زلنا مع مسند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه أنه قال لما ولد الحسن سماه حمزة فلما ولد الحسين سماه بعمه جعفر قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والمتفائل أيضا تقول أنه هذه الآية يعني تبعد عن السبيل إلى الخشوع وهذا صحيح تفضل. فقال صلى الله عليه وسلم إني أمرت أن أغير اسم هذين هذا علي بن أبي طالب والذي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال نعم نعم فقال صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أمرت أن أغير اسم هذين فقلت الله ورسوله أعلم الله قال فسمهما حسنا وحسينا وهذا رجال ثقات رجال سعيد عبد الله بن محمد بن عقيل فقد روى له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن غير السنسي خاص قولي فيما قاله الحافظ بن حجر قال من أنه سيء الحفظ يصلح حديث المتابعة فأما إذا انفرد فيحسن وأما إذا خالف فلا يقبل عبد الله بن محمد بن عقيل والحديث أخرجه أبو يعلى والطبراني من طريقين عن عبيد الله بن عمرو وأخرجه البزار من طريق زهير نعم والحديث في برمته حسن بأن علي بن أبي طالب لما ولد الحسن سماه حمزة ولما ولد الحسين سماه جعفر هذا على عمي وهذا على أخيه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال له إني أمرت أن أغير اسم هذين فسمهما حسنا وحسين قال الله ورسوله أعلم رد الأمر إلى الله إلى الله والرسول شوف انظر شوف شوف تمام التسليم عند هؤلاء القوم يعني علي بن أبي طالب بعدما سمهما جاءه وقال إن الله أمرني أن أغير اسمهم وهذا فيه دلالة على جواز تغيير الاسم بعد التسمية أن يغير اسمه هذا وهذا يعني دليل لكل من قيل له أنه قال بأنه يسمى بعبد كذا وعبد كذا أن نقول له يسهل عليك أن تغير اسمك بأن سلم سمى الحسن والحسين غير اسمهما بأبي هو وأمي ولا يقال بأن هذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم توقيفا لأنه جاء الوحي بذلك نعم جاء الوحي بأن يسميه الحسن والحسين لكن فيها إيش فيها جواز تغيير الاسم فلا شيء في ذلك لن أسامح يا هاجر لن أسامح حقا لن أسامح بأن أنت أصلا من أحرص الناس على الطلب ومن أعظم الناس فهما لهذه المجالس فلن أسامح أقول إخوتي الكرام إلى السؤال إلى الحديث الثاني قال رحمه الله حدثنا عفان وقال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي رضي الله عنه أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب أو قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب فيهم رهط كلهم يأكل الجدعة ويشرب الفرقة قال فصنع لهم مدة من شوف طعام شوف كل دول أقربائه الذين وأنزل عشرتك الأقربين شوف انظر ليش فعل ماشي قال فصنع لهم مدة من طعام فأكلوا حتى شبعوا قال وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب فقال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس بعامة قد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي قال فلم يقم إليه أحد سبحان الله قال فقمت إليه سبحان الله قال فقمت إليه وكنت أصغر القوم فقال صلى الله عليه وسلم اجلس قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي رضي الله عنك أحسن الله عليك هنا نرى في هذا الباب هذه هي المسألة العظيمة وهي المعجزة أمام عيوني لما أنزل الله أنذر عشيرتك الأقربين يعني أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المنافع يا عبد المطلب ثم قال يا صفية يا عباس يا فاطمة يدعوهم هنا جمعهم جميعا ثم صنع لهم طعام مدة من طعام وقدم لهم الطعام ليأكلوا فكانوا يأكلون وتنبت اللقمة تحت اللقمة يأكلون ثم يأكلون بركة هذه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة صنع الطعام ووجدوا أن الطعام كما هو كان مد والجميع أكل والجميع شبع ووجدوا الطعام كما هو فصدر الباب بعد هذه المعجزة يقال ما قال من قد رأيتم ما رأيتم إني بعثت لكم خاصة وللناس عامة وقد رأيتم هذه الآية ما رأيتم فأيكم يبايعني أن يكون أخي وصاحبي قال فلم يقم إليه أحد قال فقمت إليه وكنت أصغر القوم قال فقال اجلس قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليه فأقول اجلس
حتى كان في سياسة ضرب يدي بيده على يدي. يعني هو أصلا يعني كل ما قال لهم من يبايع من يبايع ما أحد بايع غير أن علي بن أبي طالب الذي قام وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث إسناده ضعيف. ربيع بن ناجز مجهول يعني قال فيه الذهبي لا يكاد يعرف. وعنه أبو صادق بخبر منكر فيه علي أخي ووارثي. وحديث آخر النسائي منتقى عفان. وعلي بن أبي طالب هو أفضل بني هاشم الذين قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث السادس. قال رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر قال حدثنا أبو فضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن مسرة عن النزال بن صبرة عن علي رضي الله تعالى عنه رحمة الله عليه جميعا عن علي أنه شرب وهو قائم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قام فشرب قائما. وفي رواية قال لأنكلن في من يمنع أحد يشرب قائما فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. ولما شرب قائما قال رضي الله عنه قال رضي الله عنه أرضاه ولأنكلن بأناس يمنعون الناس أن يشربوا قائما. وهذه فيها دلالة واضحة جدا عن شرب قائم جائز. أنا كنت أقول محرم ثم رجعت عنه قلت بالكراهة بعد ذلك قلت هو أقصى شيء يقال فيه أنه خلاف الأول. الفوائد المستنبطة جواز الشرب قائما فضل عليه في بني طالب جواز تغيير الاسم للأفضل. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.